هذا يا جهاز، هذا الام 13 من سامسونج، هذا برعاية العالمية الهواتف النقالة. خلينا نفتح لكم الصندوق ورايكم شنو محتويات العلبة. بالمناسبة هذا الوطني، الوكالة الرسمي لهذا الجهاز. اوكي، هذا اول ما فتحنا الصندوق ايش راح تلقي عندك؟ علم سامسونج خفضت فارغ ماكو شيء. وعندك هذا هو الليبل، هذا هو الجهاز نايلونه، هذا هو الجهاز، هذا الظهر مالته، هاي الكاميرات، واخيرا سامسونج مخليت لك شاحنه موجوده كلش نعمه. هذا 15 واط بالجهاز، وهذا هو الكيبل مال الشحن، ودبوس مخليت لك اياه. شغله مرتبه من سامسونج خليتها بس الاقتصادي. تشوفون جهاز كلش خفيف، اليو اس بي تايب سي وسماعه، وهذا اللون البي يخشونه. هذا بعد ما فعلنا الجهاز، هذه هي الشاشة إذا تلاحظوا ياي. هذا الجهاز رام 4 جيجا 128، نصب عليه بوبجي يو اس بي تايب سي 15 واط، بطارية اتوقع بال 5000 ملي امبير، وذني كاميرا. كل الأسئلة راح يسألوني بيها ان شاء الله راح اجاوب عليكم بالمراجعة الكاملة لهذا الجهاز. هذا من هو جهاز الام 13 من سامسونج، مع ما اني تأخرت ب المراجعة إليه، لكن هواي سألوني عليه. من هو ام 13 من سامسونج؟ تحياتي لكم.